نرجع. حتى الشجار، الشجار والله ما سلمون. ما سلمون. أشر الكاميرا، روّل الكاميرا يسمون. هذا الشجار، الشجار ما سلمون. حصل علينا الضرب بالطيران، تم ضرب الكهرباء وضرب البيت حقي بعد ما قلت بنيته وتعبت فيه وعانيت فيه ودعيت الناس معي وساعدوني وعاونوني وكنا نشكى ونسبر، يعني على اساس احنا اسره بسيطه، كنا جالسين انا ومكلفي وبنتي وجالسين وسط البيت بامان الله مفتنين مرتاحين، جاي يضربنا العدوان هكذا ويحطم بيتي هذا ويفعل بي هكذا ويخرب حقي هكذا، وقشقيت فيه اكثر من 6 اشهر او 7 اشهر وانا ابي اشتغل فيه، كنت ازب على حجر على حجر على حجر، حتى انه يسمين خارج من عند الزفلت، وازب على البلوك والحجار والفلفن واعمرهن على اساس ان انا استر بيتي، ما هو قصدي من يجي، يجي الطيران يفعل بيتي هكذا ويخرب بيتي هكذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا معكس، انا مناسبك. انا في الواجهه ايش؟ الباطل كان زهوقا وننزل من القران من تدعون إلا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. امس صار معانا 5 جرحى من المواطنين، من المتجاورين للكهرباء، ودمرت بيوتهم واطفالهم جرحى الان في المستشفيات، ويدعون انهم يضربون مواقع عسكريه ولكنهم يضربون المواطنين والمدنيين، وليس عندهم اي كلام او اي تبرر انهم يضربون المواطنين، ويقولون ضربنا مواقع عسكريه وليس في متواجدنا اي مواقع عسكريه، ولا يوجد فيها لا جيش ولا غيره. قصفوا المحطة هذه محطة الكهرباء، ويعني حسينا فجعة وفزعة وارهب النسوان والجهة، وتضرر البيت، الطيقة انكسر ولا الطاقة، وكذلك التكاريم وذا يعني مسبب رعب ذا والكل، حتى ان احنا ما عاد نقدرش نسكن هنا ولا شيء. يلا وضابوا العزة هنا.